بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين. بغيتكم تنتبهوا من الآن فصاعدا. شتيوا هذا المعدنوس؟ حاليا لقينا راسنا على أنه كتير الناس عندهم الكبدة تضرهم وعندهم انتفاخ، وواحلين واش حقا المشكل تاع الأمعاء ولا كبدة عيانة. حتى ملي تيكون المشكل ديال الكلوي عيانين، فشل كلوي مع فقر الدم، لقينا راسنا هذا مع تنعص معدنوس، تنغسلوه بزاف مع الماء او ماشي ديال خل التفاح، وتنطح وتنشفوه شويه في الثوب ديال القطن وتنطحنوه وتناكلوه، اما مع التفاح كيف قلنا او مع ماء مغلي. تنديرو شويه الماء مغلي ونزيدو له خل التفاح ممكن ونشربوه لحالة الألم والقصوى، بخصوص الناس اللي عندهم الله يحفظ كبدة عيانة، اللي ليباتيت سي ومسوس تبدا مكرش ما مرتاحش، أو عنده لي غاز في مصارنو، أو عنده الأمعاء ماشية هذي، أو عنده مشاكل ديال الكلوي. فشحال طبا تيخلعوا الناس بالمعدنوس، الاختصاصيين في الكلى تنقول لهم حماقة هذي، قلة العقل. نتوما منكم عطيو الناس كاس عطيوهم معدنوس خضر ياكلوه بوندون لا دياليز، وعطيو لهم ياكلوه 3 4 مرات في الراس حتى 100 غرام، تينقي الكلاوي وتيعالج فقر الدم عوض داك الدواء اللي تضربوا لهم مره في الشهر، تيسوى 12000 درهم. معدنوس يخرج الناس من فقر الدم، بخصوص الناس اللي عندهم فشل كلوي. وهذا تيبني قنوات جديده، وهضرنا سلفا، وهذا تيطلع كلوه جديده ونقيه. انتبهوا معايا حاليا في نجاحات ديال المعدنوس. تصوروا المعدنوس تشدوه تنطحنوه في المرز، تنطحنوه مزيان حتى تيولي عجينه وحده، وتنشدوه وتنربطوه على الجبهه. الناس اللي عندهم الشقيقه تيديروها 3 مرات في النهار، اقل شي مره تتبقى ساعه الا ربع حتى ساعه ونص، ممكن اللي بغى ينعس بها 3 ايام 4 ايام خفات الحاله ديال الصداع تاع الراس، داك الشقيقه لا ميغران. وهذا اسلوب خدمنا به وعطانا نتائج في الحالات الاستعجاليه، واللي استعملوا 3 مرات في النهار اقل شي مره من يجي ينعس يخلي ساعه وربع لمده 3 اسابيع، شقيقات يمكننا نتهناو منها بواحد 60 حتى 70%، بدليل الشقيقات تتعالج. وكاينين الناس اللي دخلوا ما يسمى بداك المتاهات ديال لي جين اي جينوم باش يخرجوا مواد اللي غريبه في علاج الشقيقه. خصنا نفرقوا بين جوج، بين راحه الانسان وسعاده الانسان وبين البيع والشراء. ثانيا هاد المعدنوس اللي تندقوا في المعرز وتن استعملوه كمادة للعينين بوحدو او مشروع ديال خيزو. اش لقينا؟ لقينا هذا المعدنوس مع خيزو كمادة للعينين مره ملي تنجيو للناس تبقى واحد نص ساعه حتى ساعه وربع، ممكن نستعملو 3 مرات 4 ساعات في 4 ساعات في 4 ساعات. الناس من بعد الاسبوع الاول والثاني حسوا انه لا طونسيون ديال العين تتقاد، حتى داك الالتهابات العينين ما تتبقاش بداك الحده، هادي خصها مدة للعلاج. المعدنوس عباد الله فيه لا كلوروفيل وفيه المغنيسيوم زيادة، وهاد المعدنوس فيه لا فيتامين سي مادام طري، وهاد المعدنوس فيه مواد جيدة معدنية أو دي زونتي أوكسيدون مزيان، وهادو كلهم تيعاودو ينشطو القنوات الدموية، دونك لا بون أوكسيجيناسيون. تصوروا حاليا المعدنوس تندقوه في المعرز وتنستعملوه الناس اللي تلوات لهم يديهم او رجليهم لي زونتوكس، ملي تنطحنوه بوحدو وتنربطوه على اللونتوكس اما يدين او في الرجلين، خصوصا تلعبوا الكره. وعطيت الناس الرياضيين عطيت يديهم يديروها مع النحل ميت، النحل ميت تنقرصوه وتنستعملوه تنطقوه مع المعدنوس وتنربطوه على الركيبات او المفاصل اللي عندهم لا بولي ارتريت او عندهم دي تندينيت، تيربطوه هنا مزيان 3 مرات في النهار لمده 3 اسابيع، الالتهاب تيخف والارتروس تخف، ما تتعالجش بهذه الطريقه، هذه تتخف. والعلاج ديالها هو النحل والحجامه والتغذيه الصحيه من زيت الزيتون على الريق. القراصنه هذا المعدنوس تيعالج لنا الالتهابات الاوليه والاستعجالات الاوليه، الناس اللي تيكونوا معيئات في المفاصل
بولي ارتريت واخا مثلا المشاكل ديال لي زونتورس لي زارتروز وهكذا تنحسوا على لو بوفار اوكسيجينون ديال المعدنوس ثم لو بوفار انتي انفلاماتوار مهم جدا. كذلك من الغرائب اللي نجحنا فيها هذا المعدنوس هذا لقينا راسنا عطينا لواحد السيده عندها 78 عام في تطوان وبنت اختصاصيه في الامراض الجلديه. السيده عندها الوالده نازله وخصها عمليه استعجاليه مزيان. عطينا هذا المعدنوس خضر دقاته في المهراز وخدات الثوم سلقناه في الماء سلق في الماء وعجناه تقريبا 11 حبه خلطناها مع المعدنوس ودرناها كاتابلازم مباشرة على الجهاز البولي والجهاز التناسلي ثلاثة مرات في النهار تزيدوا مع شوية القرفة أو شوية سكينجبير حسب الحاجة. إذا الثوم مسلوق 11 حبة معدنوس تقريبا واحد 200 غرام مدقوق في المراز وتنستعملوه عجينة مع شوية سكينجبير أو شوية القرفة أو بجوج ماشي مشكل خريقة ثلاثة مرات في النهار. ست أيام الأولى بالشهادة ديال البنت ديال هاد السيدة اللي هي اختصاصية في أمراض جلدية طبيبة الوالدة رجعت لبلاصتها مشات تعفن. عطيتها الكثير من النساء الحمد لله نتيجة متميزة. تصوروا تنخدموا بمواد طبيعية كاينة في السوق تنعلموا تتعرفوا الجودة ديالها حيت يوميا تتستعملوها وتتستعملوها في بيوتكم بطريقة موضوعية ما فيها لا بيع عشرة لا زيادة في الهضرة المقادير مضبوطة بالطريقه اللي عطيناكم هذه الماده العلاجيه الطريقه اللي عطيناكم استعملوها كاتابلاز في المكان المعلوم المده معينه والوتيره المعلومه ثلاثه مرات في النهار حتى الخمسه وتيره اذا مده ديال اسبوع حنا تنقول حتى سبعه اسابيع كاين اللي دغيا تيستجب كاين اللي خصو وقيت. اش لقينا انه اوبجيكتيفمون موضوعيا الى ريبرودكتيبيليتي الانتاج نفس النجاح مع اكثر من 1000 واحد دليل على انه هذه طريقة علاجية متميزة ما فيها لا بيع عشرة ما فيهاش تصنع ما فيهاش انه نحرجوا الناس باش يطيحوا عندنا في الشيء اللي بغينا حنا حنا بالعكس بغينا الموضوعية ولقينا الناس نجحوا بطريقة ميسرة. إذا دليل على انه هذا المعدنوس مادة قوية متميزة واستطرحوا بهذا النوع من النجاحات. من النجاحات الأخرى اللي تنقترحوا طحنت عندي أستاذ جامعي اختصاصي قانون كان عنده دمالة في المخرج لا فيستول والطب كلهم إجماعا قالوا له خصك عملية جراحية. قلت له طحن المعدنوس ديرو خريقة مباشرة على لا فيستول ثلاثة مرات في النهار بدات تطيب وتتخرج العفن اللي فيها أقل من أسبوع ومع حسن المتابعة كاين حسن النتائج. إذا ما نبقاوش نقولوا للناس أمراض مستعصية هذه أمور تتعالج ما نبقاوش نقولوا للناس مستحيل هذه أمور ميسرة بمواد طبيعية اللي عندنا في البيت. إذا الصعوبة فينا حنا إلا كان شي جهل فينا حنا إلا كان شي عناد فينا حنا إلا كانت شي رحمة تنطلق من عندنا. ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء.